زي ما عودناكم دايما بيبقى عندنا متابعه لفروع النادي الاهلي المختلفه مع اعضاء وجماهير النادي الاهلي العظيمه. معانا زمايلنا النهارده هنا ابو القاسم من اهلي الجزيره، ورزان نصر اهلي مدينه نصر، وسالا حامد من الشيخ زايد، ومريم سميح من فرع التجمع اللي ايوه اتفتح حديثا. نبدا بهنا ابو القاسم من اهلي الجزيره ونشوف ايه اخر الاخبار وايه اخر الاغواء هناك قبل بدايه المباراه مباشره. اتفضلي يا هنا. برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومن داخل مقر طبعا النادي الاهلي بالجزيره هنقل لكم بقى كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراه المرتقبه وفاينل دوري ابطال افريقيا بين نادي قرن النادي الاهلي والوداد المغربي. يعني خليني اقول لحضرتك طبعا كالعاده اعضاء النادي الاهلي متواجدين في النادي منذ ساعات عشان بقى يتابعوا المباراه في اجواء مميزه جدا واجواء اهلاويه خالصه. يعني خليني اقول لحضرتك انه في حاله من الحماس والترقب عند الاعضاء، كمان في حاله من الثقه، يعني هم مقدرين طبعا المباراه اكيد مش هتكون سهله، اكيد الجماهير هيكون ليها دور كبير في المباراه، لكن في النهايه 11 لاعب امام 11 لاعب عندهم ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي وان هم رجال المواقف الصعبه، ان شاء الله بقى يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه في المباراه النهارده. كمان الحقيقه كنا بنتكلم مع بعض الاعضاء قبل اللايف، قالوا لنا زي ما عملناها قبل كده امام الصفاقسي وكمان امام الترجي التونسي هنعملها النهارده امام الوداد المغربي ونفوز عليهم في عقر دارهم ان شاء الله ونحقق نتيجه ايجابيه. يعني عندهم حاله من التفاؤل الكبير جدا في المباراه اليوم، ان شاء الله بقى نقدر نحقق نتيجه ايجابيه. يعني ده على صعيد الاجواء. كمان بقى خليني انقل لحضراتكم الاستعدادات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، لانه في مجهود كبير جدا مبذول من قبل اداره النادي كالعاده، موفرين عدد هائل من المقاعد طبعا ده كله لخدمه الاعضاء، موفرين اكثر من 6 شاشات طبعا من غير الشاشه العملاقه اللي بيكون عندها معظم الاعضاء. يعني الحقيقه في اجواء مميزه جدا، اجواء اهلاويه خالصه زي ما قلت. يعني دي ابرز الاجواء وكمان الاستعدادات. قبل ما اختم كلامي طبعا بتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى النهارده هيقدموا مباراه كبيره جدا ويقدروا يفوزوا في المباراه ويتوجوا بالبطوله للمره ال11، ونكون بنحتفل مع الاعضاء ومع حضراتكم طبعا عقب انتهاء المباراه. والان العقد لحضرتك مره اخرى في الاستوديو، تفضل. شكرا جزيلا للزميله هنا ابو القاسم فرع الجزيره، ونروح لزميلتنا روزان نصر لاهلي مدينه نصر ونتابع اخبار الاعضاء هناك ايه. اتفضلي يا روزان. برحب بيك كابتن ايمن، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب اكيد بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم مهم جدا، يوم ممتع جدا، واجواء هنا ممتعه جدا من داخل مقر النادي الاهلي فرع مدينه نصر. هكون متواجده طبعا معاكم في تغطيه خاصه ومميزه جدا لبطوله نهائي طبعا ابطال افريقيا ما بين النادي الاهلي والوداد المغربي. الحقيقه يعني انا مهما وصفت المشهد هنا عمري ما هقدر اوصفه بالشكل الصحيح. خليني اقول يعني الاعضاء يا كابتن ايمن موجودين هنا من بدري جدا كلهم لحجز طبعا مقاعدهم من امام شاشات العرض الرئيسيه، الكل هنا الحقيقه رافع علام النادي الاهلي، الكل هنا مشغل اغاني لدعم النادي الاهلي كبار وصغار. الحقيقه يعني كمان عمري ما هقدر انسى يعني اكيد يعني جهود رجال الامن الموجود الحقيقه في كل الفروع وبالتحديد كمان هنا في الفرع يعني تنظيم التزاحم ما بين الاعضاء. يعني خليني اقول كمان الاطفال وكبار السن بالتحديد أكيد كلنا مترقبين يعني مباراة اليوم على قد ما هي مباراة صعبة، ولكن الكل هنا يعني في تفاؤل كبير جدا وفي حماس كبير جدا. حاولت أعرف آراء الجماهير هنا في النادي يعني ولقيت الحقيقة حماس كبير جدا وكلهم ثقة إن شاء الله في مباراة النهاردة وفي رجال طبعا الأهلي. يعني كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي النهاردة أمام الوداد، ونرجع نحتفل طبعا بلقب ال11 معاك يا كابتن أيمن ومع المشاهدين. بشكرك وعودة ليك مرة تانية. شكرا جزيلا للزميله روزان نصر. ومن اهلي مدينه نصر نروح سريعا لاهلي الشيخ زايد والزميله سالا حامد. اتفضلي يا سالا. مرحب بيك طبعا يا كابتن ايمن واكيد بضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو. بالتاكيد بنتكلم طبعا عن الكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي، الكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن ايمن، يعني حاليا انا متواجده داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد طبعا عشان انقل لحضراتكم كل الامور والاستعدادات طبعا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، واكيد مشاهده مباراه اليوم وهي المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا طبعا ما بين النادي الأهلي
الاهلي ونادي الوداد، واكيد المباراه لا تقام على ملعب محمد مركب محمد الخامس في مدينه كازابلانكا الا المغرب. يمكن سريعا يا كابتن ايمن خليني اقول لحضرتك طبعا الاجواء هنا من داخل فرع الشيخ زايد، يمكن يعني كنا متواجدين كلنا كفريق العمل قناه النادي الاهلي من بدري في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ويمكن كنا متواجدين من الساعه 7، يمكن كان في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي متواجدين من بدري من قبل المباراه بحوالي 3-4 ساعات، ويمكن لا يعني مع اقتراب موعد المباراه كل شويه بيزداد اعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك يعني الاستعدادات هنا على اكمل وجه، في مجهود كبير جدا بيبذل من جميع يعني القائمين هنا، ويعني كمان النادي الاهلي اكيد برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الاداره التنفيذيه واكيد اداره الخدمات تحت اشراف الاستاذ محمد الالفي، اداره او الاداره التنفيذيه طبعا تحت اشراف الدكتور سعد شلبي، الكل موفر يعني جميع التسهيلات لكل اعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم. العدد او العديد من الشاشات اللي عرض، وطبعا بالتاكيد احنا واقفين حاليا امام الشاشه الرئيسيه وجميع اعضاء النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف ورايا طبعا عدد كبير منهم متواجدين هنا، كمان في العديد من الشاشات في جميع انحاء النادي، الكثير من المقاعد طبعا عشان الكل يبقى عنده الامكانيه ان هو يتفرج على المباراه النهارده بشكل جيد. كمان خليني اقول لك يعني بالنسبه للاجواء هنا، يمكن من بدري يمكن كان عندي بعض الاحاديث مع جميع اعضاء النادي الاهلي مختلف الاعمار سيدات رجال، الكل كان بيتكلم في مباراه اليوم يا كابتن ايمن، والكل كمان كان بيتكلم يعني على هل مستر كولر مين ال11 لاعب اللي هيبتدي بيهم، ايه الخطه اللي مثلا اللي محضرها لمباراه اليوم، الكل متحمس. وكمان عندهم حته مهمه جدا هي انه واثقين جدا في جميع لاعبين النادي الاهلي ان هم على قدر المسؤوليه وعلى قدر الثقه الموجوده عند اعظم جمهور في الجون كمهير النادي الاهلي طبعا، وتحقيق اكيد اللقب ال11 في تاريخ النادي الاهلي. فيا رب طبعا ان شاء الله يا كابتن ايمن النهارده نكون متواجدين مع حضرتك بعد الاستوديو التحليلي وبعد مباراه اليوم، ونحتفل مع بعض كالعاده طبعا يعني في على شاشه قناه النادي الاهلي بشكل حصري وبشكل مباشر طبعا، احتفالات مع جميع اعضاء النادي الاهلي وطبعا اعظم جمهور في الجون بتتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره 11 في تاريخ النادي الاهلي. يمكن دي سريعا يا كابتن ايمن كانت كل الاجواء هنا من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا الزميلة سلا حامد. وأخيرا نروح لأهل التجمع والزميلة مريم سميح، اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن ايمن طبعا، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي طبعا كل الكباتن الكبار كابتن اسامه عرابي، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه حسني، وكابتن احمد بلال. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه يعني التغطيه الاولى من داخل فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس بعد ما تم افتتاحه في حفل كبير وضخم منذ 10 ايام، الحقيقه زي ما احنا تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي كل الجماهير هنا طبعا بتقول يا رب، والحقيقه متفائلين جدا فرع التجمع الخامس. الحقيقه خليني اقول ان يمكن في مباراه طبعا ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا نادي الاهلي والوداد كانت بتقام يوم الاحد الماضي، كان يعني يمكن يوم 4 يونيو، كان عدى بس على افتتاح طبعا فرع النادي الاهلي بتجمع الخامس فقط 3 ايام، ولكن الحقيقه كان يعني يمكن الجماهير هنا واعضاء النادي جم علشان يشاهدوا المباراه، والحقيقه ان يعني الاعداد تخطت ما يقرب من 5 ل 6 آلاف عضو طبعا داخل هذا الفرع. ولكن الحقيقة النهارده بقى خلينا نقول الاستعدادات مختلفه تماما لمباراه الاياب طبعا امام نادي الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. الحقيقه استعدادات اكيد على قدم وساق لكل العاملين او القائمين على فرع طبعا النادي الاهلي بتجمع الخامس لا تقل ابدا اهميه عن بقيه الفروع او الثلاث فروع الاخرى. الحقيقه يعني استعدادات ما قبل هذه المباراه واجواء رائعه. خليني اقول لك ان طبعا بقياده العميد احمد ايهاب النحاس، الحقيقه ان عماله كلها يعني رفعت حاله الطوارئ، والحقيقه ان هم متواجدين منذ الصباح الباكر، وان التحضيرات دي الحقيقه بيتحضر لها منذ امس طبعا، يعني كانوا جاهزين بشاشتين عملاقتين طبعا في النادي. طبعا الشاشه اللي احنا موجودين عندها زي ما انت شايف يعني من خلفي يا كابتن ايمن الحقيقه صوره مبهره جدا وضخمه جدا، يمكن وفروا امام هذه الشاشه ما يقرب من 1000 مقعد، وما بينهم طبعا وما بين كل المقاعد ممرات امنه علشان كل الاعضاء يقدروا ان هم يتحركوا بشكل سليم طبعا ومريح بالنسبه لهم. ايضا في شاشه اخرى من الاتجاه الاخر من النادي، وهي الموجوده عند طبعا يعني ملاعب الكره، موجود قدامها ما يقرب من 600 مقعد. والحقيقه ان يعني بحديثنا مع القائمين على الفرع هنا هم جاهزين ان هم يستقبلوا ما يقرب من 9000 او 10000 عضو علشان يكونوا متواجدين. طبعا خليني اقول ان في موجود هنا ما يقرب او تحديدا 7 منافذ بالمطعم الرئيسي علشان
يخدموا كل اعضاء النادي الاهلي باريحيه داخل الفرع الجديد طبعا زي ما بيقولوا او بيطلق عليه يعني كل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اخر العنقود بالنسبه للنادي الاهلي. متفائلين كلنا بنقول يا رب ان شاء الله يبقى وش النادي الاهلي فرع التجمع الخامس حلو على كل الاهلاويه وان شاء الله يعود طبعا لاعبي النادي الاهلي باللقب الحادي عشر للاميره السمراء. شكرا جزيلا للزميلة مريم سميح وطمنا على كل فروع النادي الأهلي. الحمد لله متفائلين كلنا إن شاء الله المكسب النهاردة للنادي الأهلي وليلة حمراء بإذن الله رب العالمين.